بالفعل الاخ ده اللي انا جبت اخر. وقالت لها خمس دقايق وانزلي شيلي جثه اخوك. في وسط الشارع، في وسط الشارع وقدام الناس. ان عواقب ارتكاب الجريمه وخيمه جدا، ستودي بك الى اوضاع ماساويه حزينه. نصيحه: لا تورط نفسك في ارتكاب اي جريمه او مخالفه للقانون، لان الجريمه لا تفيد. ساعه مع حنفي. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حنفي، القناه المعنيه بعالم الجريمه اللي بنخيلها بنرسخ لمفهوم هام للغايه، ان الجريمه مهما كان ذكاء مرتكبها او فاعلها لن تفيده، وان العقاب واقع لا محاله. تعال نشوف الجريمه البشعه دي اللي حصلت في محافظه القليوبيه في منطقه الخصوص. بوجي او ابو محمد راجل شغال وكبير عيلة. يعني كبير عيلة؟ بعد وفاة الأب غالبا بيبقى الابن الكبير هو اللي بيسد مكان أبوه، وكلمته غالبا بتمشي على كل اللي في البيت بما فيهم حتى أمه، لأنه بعد الأب يقولك هو بقى هو كبير العيلة، وبتنصاع الأم أحيانا لكلامه وتقول يا ابني هو ده اللي بيسد مكان أبوكم الله يرحمكم الله يرحمه. وبالفعل بوجي ده اللي عنده 33 سنة كان كل اخواته بيحبوه، وامه كانت بتعشقه، وكانت كلمته بتمشي مش على اخواته وامه بس، ده على العيلة كلها. ورغم انه 33 سنة شاب صغير، لكن كان كلامه موزون وكان متدين جدا، ما بيسيبش فرض غير لما يروح يصلي. كان ليه اخ اسمه احمد، كان متجوز من بنت اسمها شيرين. شيرين دي كانت بنت لعبية، وكان بوجي ده مش عاجبه حال أخوه ولا مرات أخوه، وكان دايما بيقول لأخوه طلق مراتك، مراتك شقية وانت مش سعيد معاها، وبسمع خناقكم واحنا قاعدين، ودايما على طول بتهددك بأخواتها. عندها أخوات توأم الاتنين، والاتنين للأسف بلطجية. انت رحت اتجوزت شيرين من غير رضايا وما سمعتش كلام، واديك مش سعيد صلح غلطك وطلعها. مين كانت بتسمع الكلام ده؟ شيرين. وكانت بتقول له اخوك بوجي بيحرشك عليا وعايزك تخرب البيت وتطلقني. يقول لها عشان شايفينك ان انت ما فيش غير الخناق، وصوتك موصل لاخر الشارع، ودايما بتهدديني باخواتك الاتنين الرجاله، ودايما قالت له هو كده، ولو طلقتني انا هعمل فيك واسوي فيك. فضل صابر بوجي واخوه على شيرين لغايه ما فاض بهم الكيل، وفي الاخر بوجي قال لاخوه لازم تطلقها. بالفعل الاخ قال له انا جبت اخري، بس ساعدني يا اخويا ان احنا نديها حاجه جايمه ومؤخر وذهب، وقال له خد اللي انت عايزه بس طلقها، طلعها من البيت دي شر. بالفعل راح الواد طلقها. هي ما كانتش متوقعه ان الواد ينفذ كلام اخوه يطلقها، كانت عارفاه ان هو هيخاف من اخواتها، لكن الواد اتشجع لما اخوه قال له انا في ظهرك. ورغم ان شيرين دي قاعده في نفس المنطقه في الخصوص، لكن حته ان هي تخوف الناس باخواتها ما كانش حد بيخاف منهم، بس هم كانوا بلطجيه. اتطلقت، وكانت دايما تبعت مش لجوزها بقى، لبوجي، انت سبب في خراب بيتي، انت اللي خليت جوزي يطلقني، انا هيتم عيالك، انا هعرفك، انا هوريك. وكانت بتوصل له رسائل تهديد، وكانت بتتصل بهدير. هدير دي زوجة بوجي، كانت بتقول لها حزنك على جوزك، زي ما انتوا خربتوا بيته وطلعتوا عليا كلام وشنحتوا عليا، وخليه واخو جوزي خلى اخوه يطلقني، انا هضيعك وهضيع حياتك وهيتم ولادك وهحزنك على جوزك. فكانت هدير تروح لحماتها، يا ماما شيرين مرات اخو ابنك بتقول لي كذا وكذا وكذا. تقول لها ده قلبها موجوع، ولا تسال فيها، ده اخواتها بلطجيه.
سيبك منها فيش حد كان يسجله، لكن يوم الحادثة اتصلت شيرين بأخت بوجي وقالت لها 5 دقايق وانزلي شيلي جثة أخوك. تشيل جثة أخويا؟ أنت مجنونة يا شيرين. قالت لها أنا مش أقتل جوزي اللي طلقني، أنا أقتل أخوه بوجي اللي هو خلى أخوي طلقني. بالفعل في الوقت ده بوجي كان قاعد في البيت، عنده 3 أولاد منهم الطفل الصغير محمد عمره 3 شهور كان بيعيط عايز اللبن. فمراته قالت له هدير ما تنزل يا ابوي جيب لبن للواد وهات لنا عشاء. قال لها هجيب لكم هات هات بيض وهات عيش وهات وهات عشان نتعشى. قال لها حاضر. نزل جاب اللبن وجاب العيش وجاب البيض وجاب العشاء يعني. فوجئ بالاتنين التوأم اخوات شيرين مستنيينه ومعاهم 2 بلطجية تاني مستنينه في عربية ملاكي. أول ما شافوه راحوا موقفين العربية ونازلين. بوجي كان عارف الغدر باين، وخاصة لما شاف إنهم ماسكين سلاح في إيديهم رمى اللي في إيده وحاول يجري، للأسف عملوا عليه كماشة وحصار، ضربوه 3 طلقات في ظهره وقطعوا جسمه بالسواطير في الشارع. كله ده ليه؟ عشان قال لأخوه طلق مراتك دي من ساعة ما جات، والهم وسمعتنا في المنطقة بقت زي السم. والواد سمع كلام اخوه في الوقت ده ضرب النار والصوات، منطقة الخصوص منطقة صغيرة الناس فيها يا جماعة فيها. طلعت هدير وطلعت ام بوجي وطلعوا يبصوا لقوا ابنهم في الشارع متقطع. مين اللي عمل كده؟ قالوا اخوات شيرين التوأم ومعهم 2 بلطجية. في خلال لحظات وصلت الشرطة، طبعا الشاب مات في الحال 33 سنة، ملحقش يربي ولا يشوف ابنه 3 شهور، ملحقش يفرح بيه، ده غير بنتين بولد وبنت تاني كانوا معاه، 3 أولاد مخلفهم وللأسف مش هيلحق ملحقش يربيهم. مين اللي عمل فيهم كده؟ أم بوجي ومراته وأخته. قالوا شيرين متصلة بينا وهي قايلة، والناس في المنطقة قالوا أخوات شيرين التوأم الرجال. في خلال لحظات تم القبض على شيرين واخواتها والاثنين البلطجية. ايه اللي حصل؟ شيرين قالت كان بيسوق سمعتي، قالوا كلام وحش علي. طب يا ستي مين اللي قال؟ طب هو ابوك اللي قال؟ ايوه هو السبب في طلاقي، هو اللي خلى اخوه يطلقني. طب وانت كنت حلوه مع اخوه؟ ده انت اخر مره اتخانقتي مع اخوه كان هيرمي نفسه من البلكون بسبب صواتك ولطمك وعلو صوتك. كان مستحملني. أخوه هو اللي حرشه، أخوه هو اللي قال له طلقها وخرب بيت وطلقني، فكنت لازم أنتقم منه. ما انتقمتش من اللي طلقها، انتقمت من أخوه الكبير اللي هو قال له طلقها. اتقبض عليهم، مثل الجريمة، سلموا السلاح المستخدم والسكاكين المستخدمة، وكان مبررهم إن بوجي هو السبب في طلاق أختنا، وهو كان بيقول كلام عليها وسوى سمعتنا فحبينا ننتقم منه. شفت الجاي في وسط الشارع، في وسط الشارع وقدام الناس. لكن هنقول ايه؟ لله الامر